دلوقتي يعني زي ما بنقول كده احنا ابيض ما نعرفش اي حاجه عن المشروع ده، فمحتاجين لحضرتك اي شاب دلوقتي بيتفرج علينا يعني او اي شابه، حضرتك تعرفيه المشروع ايه وازاي يقدم من خلاله وايه الصفحات اللي ممكن تخدمه وايه الارقام، كل التفاصيل دي مع حضرتك دلوقتي، اتفضلي. تمام. مشروع رواد 2030 هو مشروع تم انشاؤه تحت مظله وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. هو الهدف الرئيسي بتاعه ان احنا ننشر فكر رياده الاعمال ونساعد الشباب ان هم يبداوا مشروعات خاصه بيهم. طبعا حضرتك عارفه والساده المشاهدين عارفين ان احنا قعدنا فتره طويله جدا، ويمكن لحد دلوقتي في ناس كتير جدا الوظيفه الحكوميه بالنسبه لهم هي مصدر الامان. فالمشروع اللي بيعمله ان هو بيغير المايند سيت او بيغير طريقه تفكير الشباب عن طريق محاور هحكي لحضرتك والساده المشاهدين عليها دلوقتي، بس هي هدفها الرئيسي ان احنا نعلم الشباب ازاي ما تستناش وظيفه، ابحث وطلع لنفسك وظيفه واعمل لنفسك وظيفه وساهم في التنميه الاقتصاديه بتاعت بلدك وساهم في ان معدلات البطاله يعني تقل، وكمان او على الاقل ما تزيدش، وكمان تشغل اصدقائك وتبقى انسان مؤثر في الحياه. فبالتالي احنا بنعمل ده من خلال ثلاث محاور رئيسيه. اول محور الحقيقه هو محور التعليم. في التعليم اطلقنا ثلاث مبادرات مهمه جدا، اطلقنا الاول ماجستير مهني في رياده الاعمال واداره الابتكار، ده بننفذه مع كامبريدج ومع كليه الاقتصاد وعلوم السياسيه في جامعه القاهره. والحقيقه الحمد لله خرجنا اول دفعه من الماجستير ده، والشباب قدروا يطلعوا ب 15 مشروع استراتيجي هامين جدا، ان شاء الله بداوا ينفذوا فيهم دلوقتي، وهي ان شاء الله هنشوف. انا اسفه المقاطعه، يعني الماجستير ده لازم يكون في تخصص في حاجات كتير معين فضل. ولا يكون خريج في اي كليه او اي تخصص؟ ماجستير مهني، لا خريج اي كليه. بس طبعا في شروط يعني بنحطها على وسائل التواصل الاجتماعي والاماكن اللي بننشر فيها. والله هو في شروط خاصه بينا وفي شروط خاصه بكامبريدج. كامبريدج يمكن من اكتر الحاجات اللي اوقات بتكون معيقه للشباب هو مستوى اللغه الانجليزيه، لانه الماجستير كله باللغه الانجليزيه. السنه اللي فاتت قدرنا الحمد لله نوصل معاهم للمتوسط بتاع اللغه الانجليزيه، ما يكونش عالي جدا جدا، ولكن مهم بالنسبه لنا احنا كوزاره التخطيط او احنا كدوله. الحاجات او المشروعات اللي هتطلع من هذا الماجستير، تخصصات الشباب يمكن بالنسبه لنا هامه شويه، لان احنا برضو اسمنا رواد 2030، واحنا بنشجع رياده الاعمال اللي بتساهم في تحقيق رؤيه مصر 2030، فده يعني جزئيه مهمه جدا بالنسبه لنا. بالاضافه لكده كان في عندنا يعني تحديد للسن شويه مع كامبريدج، طبعا معالي الوزيره تدخلت في الحته دي وفتحناه شويه. طبعا لازم يكون مصري الجنسيه، خريج جامعي معاه يعني مؤهل عالي. الشروط الثانيه ما اعتقدش بيبقى فيها مشكله. الفيصل بيكون يعني المقابله الشخصيه اللي بتحدد لنا العوامل اللي تقدر تساعد الشاب ده، هل موجوده عنده ولا لا، ان هو يكون فعلا رائد اعمال ويقدر يعمل من الماجستير، يستفاد من الماجستير ويعمل مشروع تنموي او مشروع استراتيجي يقدر يخدم بلدنا في المرحله القادمه. يمكن بعيدا عن الماجستير كمان اطلقنا دبلومه مع الجامعه الامريكيه، دي شروطها اقل شويه ومدتها اقصر شويه، هي مش ماجستير، والحمد لله برضو خرجنا الدفعه الاولى منها وخرجوا الشباب طبعا ب 20 مشروع بداوا في تنفيذهم دلوقتي. وكمان اطلقنا برنامج تاني مع الجامعه الالمانيه وخرجنا الحمد لله الدفعه الاولى منها. فاللي قصدي اقوله لحضرتك ان احنا في محور التعليم بنحاول نشوف المؤسسات التعليميه المرموقه الكبيره سواء داخل مصر او خارج مصر، بحيث ان احنا نضمن جوده المعلومات اللي بتقدم للطلبه او للشباب في مجال رياده الاعمال، لانه رياده الاعمال زي ما حضرتك عارفه ويمكن الساده المشاهدين، ده احنا اول ما بدانا البرنامج قلت لي احنا ابيض. ففي ناس كتير جدا ما عندهاش خلفيه وما عندهاش معلومات عن رياده الاعمال، وممكن يكون عندهم افكار جميله جدا جدا محتاجه اللي يساعدهم ان الافكار دي تتحول لمشروعات وتبقى يعني مؤثره في المجتمع. احنا شايفين على الصور يعني شباب زي الورد، على الجهات يعني اللي عندها خبره والدراسه والصور مع معالي الحقيقه الوزيرة. شباب مصر جميل طول الوقت. طبعا. طيب ده محور التعليم. محور تاني عندنا هو محور التوعيه. في محور التوعية أطلقنا حملة مهمة اسمها حملة ابدأ مستقبلك. الحملة دي أطلقناها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومع التعليم العالي. الحملة هدفها أن احنا نقدم للشباب أفكار وهم في إعدادي، هم لسه في المدرسة، يعرفوا أن في حاجة اسمها رائد أعمال، في أنشطة يقدروا يقوموا بيها في المدرسة، ونقدر نعمل لهم معارض ويطلعوا الأفكار المبتكرة اللي عندهم والإبداع اللي عندهم في صورة مشروعات حتى لو كانت على سكيل صغير وهم في إعدادي،
واطلقنا الحمله دي في الحقيقه على مستوى الجامعات كمان. الحمله دي على مستوى المدارس احنا طبقناها في كل اداره تعليميه، مدرسه من كل اداره تعليميه في مصر كلها. قدرنا نوصل بيها لاكثر من 302 ألف طالب اعدادي واكثر من 20 ألف طالب.